الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رئيس الحفلة وضيوف الكرام وأساتذة الأجلة وأقوات الله، موضوعي في هذه الحفلة المباركة ما حق الله على العباد. أيتها الأخوات، إن لله تعالى حقا على عباده، فلم يستخلف الله تعالى الإنسان في هذه الأرض عبثا، وإنما جعل له حقا عليه كما جعل لنفسه حقا على العباد. فالله تعالى هو مدبر الكون ومصرف الأمور، وهو الخالق المستحق للعبادة، وعلى الإنسان أن يظهر هذه العبودية لخالقه ويؤمن به وحده ولا يشرك به شيئا. صح في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم معاذ بن جبل رضي الله عنه بحديث، فقال له: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ويتضح من الحديث الشريف أن لله على العباد حقوقا عظيمة تتسع في آفاقها وتعزم في قيمتها وأهميتها، وقد هددها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: هما تحقيق العبادة لله وتوحيده سبحانه ونبذ الشرك عنه، ولكل منهما بيان وتفصيل. فالعبادة عنواؤها تشمل أعمال القلوب واللسان والجوارح، ومن الأمثلة على عبادات القلوب الخشوع والتوكل والخشية وغيرها، ومن الأمثلة على عبادات اللسان تلاوة القرآن الكريم وعموم الأذكار وإزداء النسي وغيرها، ومن الأمثلة على أعمال البدن والجوارح إقامة الصلاة وأداء مناسك الحج وغيرهما. أيتها الأخوات، أن التوحيد فمعتمده على إفراد المولى سبحانه بأفعال الربوبية وصفات الألوهية، وتنزيحه بكل صفات النقص التي لا تليق إلا بالمخلوقين. الأول: حق توحيد الله ونبذ الشريك عنه، هذا الحق هو أول المطلوبات وأساس العبادات. التوحيد يعني أن يوحد العباد ربهم توحيدا يفردوه فيه بالعبادة دون غيره، مع اعتقاد جازم دون شك أنه سبحانه واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولا شبيها ولا مصيلا، لا في أسمائه ولا صفاته. التوحيد هو الأساس الأول الذي تقوم عليه العبادة، فلا عبادة مقبولة بغير أساس التوحيد. وبهذا جاء الرسل جميعهم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيتها الأخوات، التوحيد يخرج الإنسان من ذل العبودية للمخلوقين إلى عز العبودية للخالق، فيحسن سبحانه وفادته ويكرم إقباله ويعزم له طاعه. قال الله تعالى في الكتاب: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الثاني: حق العبادة، هذا حق واجب على العباد. جعل الله تعالى الإنسان خليفته في الأرض، وبين تعالى أن سبب خلقه للإنس والجن هو عبادته وطاعته، حيث قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الرسل وأنزل معهم الكتب الإلهية تبليغا وتحقيقا لهذا الحق العظيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيتها الأخوات،
حق الإبادة، حق الإبادة نعمة إلهية امتن الله بها على عباده ومظهر تكريم للإنسان، فقد حمل هذا الشرف الملائكة المتحرين والأنبياء والمرسلين. أخيرا أسأل الله العظيم أن يوفقنا وجميع المسلمين من شر البدع ومحدثات الأمور ومزلات الفتن، وأن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.